علاقة بهذا الموضوع، عن الفنانين اللي تضامنوا مع قضية غزة، عن الفنانين اللي صار في مشاكل بينهم وبين فنانين آخرين بعدة آراء. نبلش بالخبر الأول لهذا الأسبوع عن الفنانة صفاء سلطان. شفت الفيديو اللي نزلته على التيك توك؟ شفته. إيه، شو رأيك فيه؟ هلأ إنه أنا بحس إنه هي وجهة نظرة، يعني إنه طب هي وجهة نظرة، بس الفنانة صفاء سلطان خلينا نحكي للجمهور، طلعت وانتقدت كل الناس اللي عم تتعامل مع السوشيال ميديا من فنانين وعم يطلعوا على التيك توك لايفات وعم ينزلوا فيديوهات وأساءت لألون. يعني أنا بعتقد إنه هذا الفيديو مسيء لزملائها. يعني بالنهاية هي ما بتقدر إنه تتحكم بآراء الآخرين أو تطلع تهاجم فنانين آخرين هن ممكن طالعين لايفات على التيك توك. ومثل ما بنعرف، خلينا نكون واقعيين، التيك توك هلأ صار مصدر رزق لكتير فنانين. يعني أنا حكيت مع أحد الفنانات قالت لي هذا مصدر رزقنا، نحن معيشين حالنا ومعيشين أهلنا من وراء، لأنه بتعرف خصوصا الدراما هاي السنة لهلأ ما معروف، يعني في عملين أو ثلاثة. وبالنهاية يعني أنا بعتقد أنه هو ما بيحق لها تطلع تهاجم بهذه الطريقة اللاسعة. يعني كانت كتير في قساوة أنك تطلعي وتحكي على زملائك بهذه الطريقة على التيك توك. يعني هذا الشيء مسيء لزملائك، وأنا بعتقد أنه هي كان فيها تتفادى الموضوع، تقول أنا رأيي هيك بس أنا ما بدي أطلع على التيك توك، أنا رح أغيب عن مواقع التواصل الاجتماعي، تحكي رأيها. بس هي ما بيحق لها تحكي برأي فنانين كتير، وكثير نحن فنانين عم نشوفهم متواجدين إن كان من سوريا أو من مصر أو من لبنان أو الوطن العربي بشكل عام عم نشوفهم متواجدين على التيك توك. وهي الشغلة بتعود لرأي شخصي، يعني بالنهاية كل واحد حر بالشيء اللي بيعمله، وكل واحد حر بيتضامن بالطريقة اللي هو بشوفها صح. هلأ أنا بصراحة شفت إنه حتى على السوشيال ميديا الأشخاص يلي بعيدين عن موضوع السوشيال ميديا مالهم إنفلونسرز، الجمهور بشكل عام كان في كتير آراء، يعني مثل إنه أخذوا موقف من الأشخاص يلي ما نزلوا، وأخذوا موقف من كمان فئة تانية أخذت موقف من الأشخاص كمان يلي نزلوا. بحس إنه يعني خصوصي بمثل هذا الظرف، أنا من وجهة نظري يعني مع احترامي للجميع يعني التصرفات اللي عملوها، إنه بهيك ظروف يمكن نحن المفروض نفكر كيف فينا نكون أكثر عم نلعب دور أو عم نساعد إذا كنا متضامنين. طيب هلأ نلعب دور أو ما عم نلعب دور، يعني أكثر من إنه نحن point fingers ونشوف غيرنا شو عم يعمل أو طيب شو ما عم يعمل. طيب أنا رح لك شغلة، رح أشرح لك أنا وجهة نظري. العالم هلأ العالم بشكل عام صارت السوشيال ميديا هو مدخول مادي عنده، يعني مو بس إنه هو عم يطلع ينشر يوميات وينشر شو أكل شو لعب شو عمل، في كتير إشي، في كتير ناس عم تعيش من وراء السوشيال ميديا، إن كان بلوجر أو كان فنانين أو كان مشاهير بالوطن العربي. اللي عم نشوفه عم تتقيد حسابات كتير من وراء الصور اللي عم تنزل، صح، والفيديوهات اللي عم تنزل. طيب يعني حتى ولو نزل الصور وحتى ولو تضامنوا، طيب هني عم يغيروا شيء؟ خلينا نكون واقعيين، عم يوصلوا وجهة نظر. أوكي أنا معك.